فرع ولا مقر مدينة نصر، لأنه الأهلي كيان واحد وأعضاء في النادي الأهلي أيا كان مكانهم. وفي الندوة الثالثة للمهندس محمود طاهر اللي بيناقش فيها مع أعضاء النادي في لقاءات مفتوحة لماذا يرفض النادي الأهلي اللائحة الاسترشادية التي وضعتها اللجنة الأولمبية، ولماذا يريد مجلس إدارة النادي الأهلي الحفاظ والدفاع عن حق النادي الأهلي وحق أعضائه في أن تكون لهم لائحتهم الخاصة وألا يكتبها أي أحد بالنيابة عنهم. اسمحوا لي أرحب بالمهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. بشكركم أولا على الحضور وعلى اهتمامكم بناديكم واهتمامكم بدعوتنا لمناقشة اللائحة اللي إن شاء الله هيتم التصويت عليها يوم 25 هنا في مدينة نصر ويوم 26 في الجزيرة بإذن الله. خلوني الأول كده سريعا برضو ألخص ما حدث في موضوع اللائحة وموضوع القانون وموضوع ما أثير إعلاميا في هذا الموضوع. وقبل ما ابتدي أنا الحقيقة في حاجة كنت أحب أتكلم فيها، لأنه ما أثير من لغط إعلامي شديد جدا، وللأسف يعني غير حقيقي وغير صادق. فإحنا كمجلس إدارة قررنا نتوجه إليكم ولأعضاء الجمعية العمومية ولأعضاء النادي، مش عايز أقول بيان، إنما أنا هو بيان وطلب من أعضاء الجمعية العمومية فيما يخص الإعلام تحديدا. أنا هقراها زي ما هو مكتوب كده بالظبط. لاحظنا جميعا في الآونة الأخيرة تعرض مجلس الإدارة لحملة غير مبررة لتشويه صورة المجلس رغم كل ما تحقق ويتحقق من إنجازات، وعندما حذرنا من وجود أصابع خفية تعبث بمقدرات النادي وتحاول عرقلة مسيرته الناجحة، تعرضنا لهجمات غير مبررة وغير مفهومة من قلة ثبت أنها لا تريد خيرا لنادينا. وبالأمس بالأمس ده لما نشر في الصفحة الأولى في جريدة الأهرام خبر إحالة مجلس إدارة النادي الأهلي للنيابة، وبالأمس افتضح أمر هؤلاء الذين بدأوا موسم الانتخابات مبكرا بمحاولات النيل من إنجازات المجلس بتسريب أخبار عن إحالة مجلسنا للنيابة بسبب مخالفات مالية وإدارية. وهذا الخبر الكاذب والعار من الصحة والذي كذبه وزير الرياضة نفسه ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ووزير الرياضة في تصريح رسمي كذبه وطالب بتوخي وسائل الإعلام الحذر وتحري الصدق قبل نشر أخبار كهذه. هذا الخبر يأتي في إطار حملة معدة سلفا لتشويه صورة هذا المجلس. وأنا بطلب يعني بنطلب منكم جميعا أنكم تربطوا بحاجات معينة مهمة قوي، وأنا أطلب منكم الربط بين توقيت نشر مثل هذا الخبر الكاذب وفوز ناديكم العريق ببطولة كاس مصر. الخبر ده نزل تاني يوم ما كسبنا كاس مصر، وكذلك العودة بالذاكرة لما حدث من محاولات تشويه المجلس أول ما كسبنا الدوري. بعد ما كسبنا الدوري مباشرة بدأت حملة تانية لتشويه هذا المجلس. وأنا هنا ألفت نظر السادة والسيدات أعضاء النادي إلى توخي الحذر في التعامل مع ما ينشر أو يبث من أخبار وتقارير وحوارات في حملة معدة سلفا للنيل من هذا المجلس وإنجازاته، خاصة
عقب تحقيق أي إنجاز، والمتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصاعدها مع اقتراب الانتخابات طبعا. كما أطالب أبناء النادي، أنا عارف أن كل الأعضاء فاهمين، إنما يهمنا أن احنا نوضح موقفنا كمجلس إدارة. كما أطالب أبناء النادي المخلصين بالتصدي لكل من يحاول إفساد العرس الأهلاوي وإعادة النادي للوراء، وللأسف من أجل مغانم انتخابية. وهؤلاء لم نرى أيا منهم يخرج ليعبر عن فرحته، للأسف محدش خرج وعبر عن فرحته بفوز النادي الأهلي بالدوري وبالكاس وبأي بطولة حققها النادي الأهلي فيما يخص النشاط الرياضي وكرة القدم في مختلف اللعبات والبطولات، أو حتى يشيد بأي إنجاز تحقق. وهذا أمر الحقيقة بالنسبة لنا بيثير تساؤلات كتيرة قوي. نحن لم يطلع حد من اللي عاملين الحملة الرهيبة علينا دي يقول مبروك للنادي الأهلي بفوزه بالكاس، مبروك فوزه بالدوري، مبروك فوزه ببطولات أفريقيا في الألعاب. كل الكلام ده، كل ما كنا بنحصل على بطولة، كل ما كنا بنلاقي حملة ممنهجة تاخدنا في مجرى آخر، ولايحة وإقصاء ونيابة، ونخش في مهاترات لا قيمة لها. أنا متأكد من وعي أعضاء الجمعية العمومية كلهم، ومتأكد من وعي أعضاء النادي، إنه الكلام ده لا يؤثر عليهم ولا يجعلهم ولا يعني يفت من 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 عزمهم وإرادتهم في سبيل الحفاظ على كيان هذا النادي اللي كلنا ليس لنا أي غرض. وأنا بتكلم بالنيابة عن مجلس الإدارة كله، محدش فينا في مجلس الإدارة ليه أي غرض حتى الآن، لا انتخابي ولا لمصلحة خاصة ولا لأي حاجة تانية غير الحفاظ على هذا الكيان والحفاظ على إنجازاته وتقدم النادي الأهلي اللي كلنا فخورين بأن احنا بننتمي إلى النادي الأهلي. أشكرك. خلونا بقى نبدأ في اللائحة. احنا برضو أنا عايز أقول وبأؤكد وبأكرر في كل ندوة عملناها، احنا عملنا واحدة أول امبارح في الشيخ زايد، وعملنا واحدة امبارح في الجزيرة، وبنختتم النهاردة بمدينة نصر. الحقيقة الناس بتصور إن هناك معركة قائمة بين النادي الأهلي وبين أي حد، ومش هسمي. احنا ما عندناش معركة. النادي الأهلي ليس في معركة وما هواش داخل خناقة. النادي الأهلي كل ما يهمه هو الحفاظ على حقوق النادي الأهلي، وإذا تقاعصنا كمجلس إدارة في الحفاظ على حقوق النادي الأهلي هذا سيذكر في التاريخ ولن نتحمل مسؤوليته. إحنا النهاردة بنحاول نحافظ على حقوقنا. وإيه هي حقوقنا؟ حقوقنا إن أنتوا اللي تحطوا لائحة هذا النادي، ما تجيش لائحة مفروضة علينا من بره لا نعلم من وضعها، محدش قال لنا حتى انه في خبراء قانونيين حطوا اللائحة دي، انه في خبراء على رياضيين حطوا اللائحة دي، انه في خبراء على اي مستوى حطوا اللائحة دي. احنا حتى النهاردة ما نعرفش مين اللي حط هذه اللائحة. ونفس الكلام ينطبق برضو على القانون، انما انا بقول دايما القانون صدر وملتزمين بالقانون. هما بيحاولوا يصورونا النهاردة ان احنا ضد الدولة، وده كلام الحقيقة من ضمن الحملات اللي على النادي الاهلي. ازاي النادي الاهلي بقى واقف؟ وليه النادي الاهلي الوحيد اللي واقف؟ ما كل الاندية وافقت، ما كل الاندية بتعمل جمعياتها العمومية على يومين، ما على يوم واحد، ما كل الجمعيات العمومية هتعملها في مقر واحد. النادي الاهلي هو النادي الاهلي، النادي الأهلي هو النادي الأهلي، هيحط لائحته ولن يفرض عليه أي لائحة، ولن نقبل أن تفرض علينا أي لائحة. النادي الأهلي قوي بمبادئه، قوي حط لائحته الأولى سنة 1908 قبل ما يبقى في حاجة اسمها اتحاد رياضي، قبل ما يبقى في حاجة اسمها لجنة أولمبية، قبل ما يبقى في حاجة اسمها وزارة شباب ورياضة. النادي الأهلي
هو النادي الأهلي بكيانه، ولهذا السبب هو النادي الأهلي النهاردة. لن نتهاون في حقوق النادي الأهلي كمسؤولية مجلس إدارة. عشان كده احنا النهاردة قاعدين مع بعض بنقول لكم احنا ليه بنعمل هذا الكلام. احنا مش داخلين في خناقة، احنا لا احنا ضد اللجنة الأولمبية ولا ضد وزارة الشباب والرياضة ولا ضد الدولة ولا ضد اي حاجة. النادي الأهلي هو مؤسسة وكيان من اهم الكيانات والمؤسسات داخل الدولة، وعمر ما النادي الأهلي هيبقى مش جزء اصيل من الدولة وجزء اصيل من الوطنية وجزء اصيل من عراقة هذه الدولة. النادي الأهلي هو اللي بيمشي مع الدولة فيما يخص اي حاجة لصالح الرياضة ولصالح الناحية الاجتماعية ولصالح. احنا عندنا هنا في النادي الأهلي مختلف جميع اطياف الشعب المصري، كل اطياف الشعب المصري ممثلة في النادي الأهلي. النادي الأهلي هو المعيار الحقيقي لأي انتخابات ولأي استفتاءات النادي الأهلي بيبقى جزء كبير منها. لا يصح أن يكون النادي الأهلي مملى عليه لائحة أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها لائحة مليئة بالعوار، لائحة لا تناسب النادي الأهلي، لائحة إحنا شايفين أنها لا تحقق قدر ولا مكانة النادي الأهلي. خلونا نتكلم بقى اللائحة الاسترشادية. أو اللائحة الاسترشادية اللي أرسلت لنا من اللجنة الأولمبية اسمها لائحة استرشادية، يعني نسترشد بيها، ناخد بيها أو ما ناخدش بيها، ده موضوع يرجع لنا إحنا، يرجع لأعضاء جمعية النادي الأهلي، يرجع لمجلس إدارة النادي الأهلي، إنما حاجة مش مفروضة علينا. هما بيحاولوا يفرضوا علينا حاجة الحقيقة مقيدة ومكبلة لأي مجلس إدارة هيجي ولأي جمعية عمومية موجودة، لأنه هو القانون أعطى اللائحة دي حق تحديد النصاب اللي هو 12500 واحد. هذا النصاب كان من رأينا أنه نصاب تعجيزي، وهم حاطينه كده مخصوص عشان لا تكتمل الجمعية العمومية وعشان يوافق على اللائحة الاسترشادية. مشكلة اللائحة الاسترشادية أنه إذا التزمنا بيها، إذا لا قدر الله لم تكتمل الجمعية العمومية يوم 25 و26 وفرضت علينا هذه اللائحة الاسترشادية، يبقى احنا لن نخرج من هذه الدوامة لسنوات طويلة جدا قادمة، لانه مش هنقدر نجيب في جمعية عمومية 12500 واحد يغيروا هذه اللائحة. ده رقم واحد. رقم اتنين، هذه اللائحة تعطي اللجنة الاولمبية تغيير اي بند فيها في اي وقت هي عايزاه. وزي ما بقول هما بينفوا الكلام ده، بس بينفوه في الاعلام، انما ما جالناش اي خطابات رسميه بتقول انه لا، ان هم ما يقدروش يغيروا. لا، في بند في اللائحه الاسترشاديه بيقول انه من حق اللجنه الاولمبيه ان هي تغير اي بند في هذه اللائحه في اي وقت. فطبعا كله كلام، وكل الحاجات اللي بتوصلنا عن طريق الاعلام وعن طريق التواصل الاجتماعي والفيسبوك، وناس بترد على بعض، انما الحقيقه ما هيش كده. الحقيقة إنه اللجنة الأولمبية بهذه اللائحة الاسترشادية تتحكم في مصير الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتتحكم في جميع مجالس الإدارات القادمة. اللجنة الأولمبية تقدر تجتمع وتوقف عضو مجلس إدارة أو تحل مجلس إدارة للنادي الأهلي باجتماعاتها هي. أعتقد إن ده كلام غير مقبول للجمعية العمومية. اللي يحط مجلس إدارة واللي يشيل مجلس إدارة هو أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. فاحنا الغرض كله من هذا الكلام ان احنا بندافع عن حق الجمعية العمومية في اختياراتها وفي وضع لائحاتها. احنا عندنا الاختلافات، في اختلافات جوهرية وفي اختلافات بسيطة. ففي الاختلافات الجوهرية ان احنا بنقول ان يجب ان يكون عضو مجلس ادارة مصري الجنسية، انه يكون ادى الخدمة العسكرية، انه يكون حصل على مؤهل عالي. كل هذا الكلام في يعني انا مش هضيع وقتكم عشان ادي فرصه لو في حد عايز يستفسر عن اي حاجه في اللائحه، انما يعني انا عايز اقول لكم مضمون هذه اللائحه ان هي لائحه مرنه جدا، بنحط فيها الحاجات الرئيسيه اللي احنا لنا تحفظات عليها، وبنترك لمجالس الاداره القادمه والجمعيات العموميه القادمه ان هي حريه الحركه في ان هي تشيل اي بند ما يناسبهاش وتحط اي بند يناسبها.
فيعني ب 4000 عضو، يعني الجامعات العموميه غير العاديه تجتمع ب 4000 عضو. وانا اعتقد واعتقد ان انتوا هتوافقوني في هذا الراي انه 4000 عضو رقم مؤثر داخل الجمعيه العموميه، له الحق انه يجي وب 4000 عضو يغير لائحه، يشيل لائحه، يشيل مجلس اداره، يغير مجلس اداره، يعين مجلس اداره، هذا من حقه، او ينتخب مجلس اداره. فاللي احنا عملناه في اللائحه دي، اولا تاكدنا من ان هي لائحه قانونيه 100%، وده كان يهمنا جدا. نمره 2 تاكدنا انها لا تتعارض مع قانون، ده احنا ملتزمين بقانون الدوله. نمره 3 ان هي تبقى لائحه فيها من المرونه والليونه ان هي نقدر نغيرها بخمس ست اضعاف العدد اللي قاعد قدامي. يعني اقصد بتدي الجمعية العمومية سلطة مطلقة في هذا الموضوع، إنها تقدر تجتمع ب 4000 عضو وتغير أي بند في هذه اللائحة لا يتناسب معاه. إحنا لنا تحفظات شديدة جدا على القانون، وأنا قلت الكلام ده في الندوتين اللي فاتوا. هذا القانون فيه عوار شديد، وفيه بنود متضاربة، وفيه حاجات خاطئة. إنما إحنا قلنا إحنا ملتزمين بقانون الدولة اللي وافق عليه مجلس الشعب، ولن نتكلم فيه دلوقتي عشان المركب تمشي وعشان القانون يصدر، اللي احنا بقالنا من سنة 76 أو 77 بنحاول نعمل قانون جديد للرياضة. إنما للأسف اللي اتعمل في قانون الرياضة فيه حاجات جدا مخالفة للمواثيق والمعايير اللي تتفق مع روح هذا القانون. القانون ده طلع أساسا رقم 1 من اللجنة الأولمبية لتعظيم دور الجمعيات العمومية. هذا القانون فيه حاجات كتير قوي تكبل دور الجمعيات العموميه ومجالس الادارات، في حاجات كتير قوي بتتعارض مع بعض، في حاجات كتير قوي زي مركز التسويه والتحكيم اللي هم بيعملوه. مركز التسويه والتحكيم ده هو اللجنه الاولمبيه، وده كلام ما ينفعش، هذا يجب ان يكون مجلس حيادي بس في القانون، فخلاص هنقبله دلوقتي. يعني احنا بنحاول نزق ونساعد مع الدوله في ان القانون يمشي، وفي الدوره التشريعيه القادمه ان شاء الله سواء احنا موجودين او اي مجلس قادم جاي هنحاول نقدم مقترحاتنا في الدورة التشريعية القادمة ان تتغير الحاجات اللي فيها عوار في هذا القانون. ومعانا ناس كتير من مجلس الشعب، من اعضاء مجلس الشعب موافقين معانا وبيساندونا، وقعدنا اتكلمنا معاهم عشان نقدر نوصل في الاخر لقانون بيحمي الرياضة ويحمي الاندية ويحمي المؤسسات الرياضية. احنا عندنا القانون لما طلع ادى اللجنة الأولمبية حق وحيد تقريبا، اللي هو تحديد النصاب القانوني لاجتماع الجمعيات العمومية. واللجنة الأولمبية تعنتت في نصاب، ورغم محاولاتنا الشديدة جدا ومروحنا المجلس الشعب وروحنا اللجنة الأولمبية نحاول نشرح انه في شهر أغسطس في الصيف وفي الأجازات وداخلين على عيد ودرجة الحرارة الشديدة 12500 هيبقى صعب جدا ان هم ييجوا، فهم تعنتوا في هذا الرأي. نحن لا نتعنت في أي حاجة، احنا حاولنا إقناعهم إنه يا جماعة من فضلكم احنا عايزين نسهل على أعضاء الجمعية العمومية، لأنه أهم مبدأ في القانون ترسيخ سلطة الجمعيات العمومية. الجمعيات العمومية هي اللي ليها الرأي، إنما لما تقول لي أنا بدي الجمعيات العمومية الرأي إنما عايز 12500 واحد يجوا في شهر أغسطس يقولوا هذا الرأي، يبقى أنت بتعجزني. ولهذا السبب فمجلس الإدارة قرر إن احنا نعمل هذه الجمعية الخاصة أو الاجتماع الخاص كما هو منصوص عليه في القانون على 2 وفي مقرين، عشان أسهل على العضو اللي ساكن هنا في المنطقة دي يجي مدينة نصر يدي صوته، وده هيجي يدي صوته ويمشي، يعني هيجي يقول موافق أو غير موافق، وبالمناسبة موافق على اللائحة أو غير موافق على اللائحة، وأتمنى إن كلكم تقروا اللائحة. ده موضوع يرجع للجمعية العمومية سواء وافقت أو لم توافق، إنما حضور الجمعية العمومية واكتمال الجمعية العمومية هو الأساسي، وإلا هنلاقي نفسنا ماشيين بهذه اللائحة الاسترشادية اللي هتدمر حاجات كتير قوي جوه النادي وهتدمر حاجات كتير قوي في الرياضة المصرية. احنا عملناها في 2 على مقرين تسهيلا للأعضاء. أنا برضو مش قادر أفهم هو ليه هذه الحرب الشعواء على هذا الموضوع، ان انا بسهل على اعضائي ان هم ييجوا يخشوا في نص ساعة يدلوا بصوتهم
ويروحوا دون تعنت وبسهولة وبيسر. ما الذي يدير اللجنة الأولمبية في ذلك؟ ما الذي يدير وزارة الشباب والرياضة في ذلك؟ ما فيش حد هيقع عليه أي ضرر، بالعكس ده هيقع مصلحة للجمعية العمومية ومصلحة للأعضاء، إن أنا بشجعه إنه يجي ويقول رأيه زي ما هو عايز، ما بقولوش تعالى وافق، أنا بقوله تعالى قول رأيك في هذه اللائحة، أنت عايز اللائحة دي ولا عايز اللائحة الاسترشادية؟ ده ملخص الموضوع. عايز أنوه الحتة مهمة جدا، إنه هناك خطأ مطبعي نزل في هذه اللائحة، احنا بننزل اعلانات في جميع المقرات علشان نصلحه، وهننزل اعلانات في الثلاث جرائد القومية الكبرى اللي هو في المادة 25 هناك بند بيقول بالاغلبية المطلقة، الفائز بالانتخابات لابد من حصوله على الاغلبية المطلقة. الاغلبية المطلقة تعني 50% زائد واحد، ده خطأ مطبعي، ده اتحط عن طريق الخطأ يعني، إنما هو أعلى الأصوات، هو الفائز في الانتخابات الحاصل على أعلى الأصوات زي ما هو موضح تاني في المادة 27. يعني في المادة 27 هنلاقي إن هو أعلى الأصوات، ودي الخطأ اللي كان حصل في المادة 25 بس بدل هذا الموضوع. النقطة التانية اللي هنوه عليها إنه ما فيش حد هيجي يقعد طول اليوم وما فيش مناقشة، انت حضرتك هتيجي او حضرتك هتيجي تدلي بصوتك او تدلي برأيك في اللائحة، وتكتبي موافق او غير موافق وتحطي في الصندوق، ويا اما تستمتعي بالنادي وتكملي يومك او يومك في النادي، او تروح زي ما انت عايز. لا، ليس هناك ما يجبرك على البقاء، لانه ما فيش اي مناقشة وما فيش اي اجتماعات هتستمر، الصوت حضرتك هتيجي تديه في 10 دقايق وتمشي. احنا بنحاول نيسر الموضوع، احنا عاملين كل الاجراءات الممكن تيسيرها عشان خاطر حضرتك لما تيجي سواء هنا او في الجزيرة تلاقي يسر وسهولة في دخول اللجان التصويتية والخروج منها، وعاملين بوابات للدخول وبوابات للخروج، مش هيبقى فيه ازدحام ومش هيبقى فيه تكدس، وكل اللي هيبقى مطلوب من حضرتك نص ساعة في ذلك اليوم عشان تقرر مصير النادي الاهلي، وتقول انه مصير النادي الاهلي بايدي انا مش بايد حد تاني ومش جاي لي من حته تانية. انا ممكن نخش في بنود كتير، انما انا عايز ادي الفرصه للاعضاء ان هم كل واحد يسال اللي عايز يساله عشان نقدر نجاوب عليه. فنفتح الاسئله بقى دكتور ياسر. في هنا كل الاسئله متاحه من غير، اتفضل حضرتك الميكروفون بقى امشي. اتفضل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمود بيه، اولا بنشكرك على الثلاث ندوات، وعايز اقول لحضرتك احنا كاعضاء عاملين بالنادي الاهلي احنا مش جايين النهارده عشان نناقش اللائحه، احنا الحمد لله توفرت لدينا اللائحه وكل حاجه، احنا النهارده جايين نؤيد اللائحه اللي هي بتاعتنا احنا. انا عايز اقول حاجه، احنا مصريين، مين اللي وضع الدستور؟ المصريين. صحيح. المصريين هم اللي وضعوا الدستور يا محمود بيه، فلازم النادي الاهلي اللي هو من سنه 1907 هو اللي يوضع الحاجه بتاعته واللائحه بتاعته. فاحنا النهارده اسف احنا ما بنناقش، احنا بنؤيد، ومحدش يتدخل في لائحة النادي الأهلي مهما كان هو. أشكرك. شكرا. وهو ده موقف مجلس الإدارة المؤيد للجمعية العمومية. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. أولا أنا راقب اللائحة الاستشارية ومؤيد مشروع لائحة النادي. تمام. ولكن هي سؤال دلوقتي، هل اللجنة الأولمبية، هل اللجنة الأولمبية لابد وأن تعتمد رأي الجمعية العمومية؟ وإذا كان لابد، وإذا ولم تعتمد، فهيكون النتيجة يعني كده. أيوة. التبعات إيه متوقع يعني اللي مفروض consequences يعني أو التبعات. تمام. إضافة صغيرة بس. أيوة فندم. إيه علاقة وزير الشباب بعد ما القانون جنبه شوية وإدى الاقتصاد كلها للجمعية الأولمبية؟ وزير الشباب بيتحدث صباحا مساء بلسان هشام حطب،
ولا ادري سبب. في شخص موجود اسمه هشام حطب، هو يدافع عن لجنته، هو يدافع عن حقوقه او سلطاته. الوزير خالد عبد العزيز بيتدخل في اللي مالوش فيه خالص، حاجه غير مفهومه بصراحه. الحقيقه هو في حاجات كتير قوي غير مفهومه، بدءا من وضع القانون ووضع اللائحه الاسترشاديه ودور الوزاره وكل هذا الكلام سيادتك انا بوعدك فيه. ولهذا السبب احنا بنحط لائحتنا وبنمشي بالطريقه اللي نتاكد ان هي قانونيه، ردا بقى على سؤال حضرتك فيما يخص اعتماد اللجنه الاولمبيه للجمعيه العموميه. انا بقول من دلوقتي انه اذا اكتملت هذه الجمعيه العموميه واكتملت، يعني انا عايز اقول انا نفسي تكتمل طبعا مش بال 12 و500، نفسي تكتمل ب 30,000 و 40,000 لتعبر عن النادي الاهلي وتعبر عن راي النادي الاهلي. انا لا اتوقع على الاطلاق ان يستطيع احدا من كان ان لا يعتمد راي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي الا بسند قانوني، وهم اللي احنا متاكدين منه، اللي انا اقدر اؤكده لسيادتك انه ليس هناك اي اسانيد قانونيه لدى اللجنه الاولمبيه لعدم اعتماد الجمعيه العموميه. احنا موقفنا القانوني سليم 100%. في خبراء لوائح وقوانين وفي فقهاء قانونيين، واستشرنا كل الناس دي قبل ما ناخذ هذا الاجراء. احنا ما كانش ممكن نضحي بالجمعيه العموميه ونعمل كل هذه الاجراءات الا لو عارفين ان موقفنا القانوني سليم 100% وليس هناك ما يتعارض. اذا هو بقى اخذ قرار بعدم اعتماد راي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، عليه ان يواجه هو كونسيكونسز مش احنا اللي نواجهها، لان احنا هناخد بقى في هذه الحاله شكاوى للجنه الاولمبيه الدوليه ولمحكمه الرياضه المحكمه الرياضيه، وهنكمل مشوارنا دفاعا عن حق الجمعيه العموميه. مفيش مخلوق يقدر ينفي حق الجمعيه العموميه في اتخاذ قراراتها. ده الميثاق الاولمبي اللي بيقول كده، كمان مش انا اللي بقول كده. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عاوز اقول ايد الضيف اللي قبلي اللي قال احنا جايين نؤيد ولا نناقش. اشكرك استاذ لو. الحاجه الثانيه ان انا عاوز اوجه للاستاذ حمدي الكنيسي شكر جميل في هذه الجلسه، لانه قال انا بطالب وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية أن يتعاملوا بطريقة سليمة على غير ما يتعاملوا مع النادي الأهلي بالطريقة دي. ليه؟ لأن إحنا الجمعية العمومية بتاعتنا على يومين، إحنا كنا بنعاني، إحنا أولاد الجزيرة، إحنا أولاد نادي الجزيرة هناك، وجينا سكننا هنا، التنقلات بتبقى صعبة علينا. فيشكر مجلس الإدارة، يشكر مرات ومرات انه عمل لجنه هنا لمجلس للاعضاء عشان يوقعوا برايهم فيها هنا، فمش نعقب نعمل لهم مشاكل فيها ونقول لا او اي ومش عارف ايه، وبعدين مش عاوزين نتكلم في دستوريه وغير دستوريه. احنا بنعمل جمعيه، اللجنه اسمها اللائحه اللي اتقدمت الاول اسمها استرشاديه، يعني اخد بيها او ما اخدش. إذا ما خدتش بوضع لائحة وفقا للقانون. فأنا دلوقتي راجل بقول إحنا بنؤيد مجلس الإدارة وبنؤيد اللائحة وبنؤيد كل شيء حلو، وربنا يوفقهم وإن شاء الله تجتمع الجمعية كما قال السيد رئيس مجلس الإدارة بأكثر من 50%، 50,000 بإذن الله إن شاء الله وربنا يوفقنا. وبنوجه الشكر طبعا للأستاذ حمدي الكنيسي. أنا ما سمعتش اللي قاله الحقيقة، إنما هو طبعا أستاذ لينا وراجل عضو مجلس إدارة ومن أبناء النادي الأهلي المخلصين. يعني السلام عليكم. لو سمحت، ليه تلميحات الناس اللي بتحارب مجلس الإدارة؟ ليه ما كنتش دايركت وكل الناس الموجودة عارفين التلميحات ضد مين؟ فإحنا 1 2 3 يبقى الناس عارفة، حتى الناس اللي عارفة إيه اللي في ورا الكواليس، إيه اللي بتعمل. في ناس عندها برامج اعلاميه بالليل بتحارب الاهلي ومجلس الاداره، ليه الناس ما تعرفش نقط فوق الحروف؟ 1 2 3 دول اللي بيلعبوا وفي ورا كواليس ضد مجلس الاداره، يبقى الناس كلها عارفه. احنا عارفين تلميحات حضرتك، انما اما تكون محدده ومعروفه هيبقى الموضوع اسهل. يعني قدر النادي الاهلي
والمسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الإدارة ما تخليهوش يخش في معارك جانبية ولا خناقات شوارع زي ما بيقولوا. احنا بنتعامل بقدر مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية وليس بقدر الناس الآخرين. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. الجمعية العمومية بإذن الله هتكون في فرع مدينة نصر وفي الجزيرة. هل الانتخابات القادمة هتكون على هذا المنوال أم هتكون في مكان واحد؟ لا هتكون في مكان واحد. شكرا. عفوا. أنا معلش هتكلم بس بعيد عن اللايحة وبعيد عن اللي احنا جايين النهاردة. أول حاجة أنا بشكر حضرتك جدا 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 وأعضاء مجلس الإدارة على الدوري والكاس اللي احنا لا فرحنا بيه وفرحنا ونزلنا الشوارع وفعلا يعني احنا كنا فرحانين. وإن شاء الله نفرح بأفريقيا ونفرح ببطولات أكتر جاية إن شاء الله كتير. بإذن الله. بس في حاجة بس جميع الأعضاء أو بنسبة 80% من الأعضاء هنا عاوزين طلب بسيط بس من حضرتك. احنا فعلا محتاجين جراج في النادي هنا. فعلا محتاجين جراج في أكتر من كذا مكان ينفع نعمل فيه مكان جراج. بس عاوزين وعد وعد من حضرتك إن أنت إن شاء الله بإذن الله تستمر معانا وتعمل لنا جراج. فبص حضرتك الناس كلها محتاجين. لا يعني نستطيع أن نعد بما لا يمكن تنفيذه. ده نمرة واحد. نمرة اتنين اللي نقدر نعد بيه ان احنا نبذل اقصى ما في وسعنا سواء احنا او غيرنا او اي حد. لانه انا كنت عضو مجلس ادارة من 96 ل 2004 وكنا بنتكلم في هذه المشكلة من 96 لحد النهاردة. عندنا مشكلة النهاردة. المشكلة دي ما تتعلقش بالنادي الاهلي بس. المشكلة دي بتتعلق بتصاريح وانشاءات وميزانيات وبتتعلق اهم من كده بالحي وباجهزة الدولة في هذا الموضوع. عشان نعمل باركينج او نزود الباركينج انت شايف ما اعتقدش انه في مساحة جوه النادي هنا يا فندم. وبالذات بعد ما هيخلص الالعاب القوة لانه في مشروع لالعاب القوة في 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 الارض حتة الارض اللي هناك في اللي جنب قوات المسلحة افندم اللي جنب قوات المسلحة الحتة اللي جنب هناك نعمل فيها باركينج. فعلا احنا بنتبهدل في موضوع الجراج دي تبع قوات المسلحة. لا جنبها في حتة بتاعتنا اللي بتخش عند الملاعب. فعلا يعني احنا يعني اجمعنا دي مش بتاعتنا دي بتاعه القوات المسلحه بوضع اليد ما نقدرش نيجي ناحيتها خالص. يعني في حته جنبها تحت يعني هنقدر نتصرف يعني هنتكلم. لا ما نقدرش نتصرف لانه اساسا حتى هذه المساحه انا هرد رغم ان احنا يعني مش عايزين نضيع وقت كتير فيها دلوقتي. تمام نقدر نتكلم فيها بعدين. انما المساحه دي مش هتحل مشكله كبيره. دي هتاخد ايه 50 عربيه 100 عربيه مش هما دول اللي هيحلوا مشكله النادي الاهلي في الباركينج بتاع مدينه نصر. انما احنا لازم نفكر بطريقه مختلفه شويه ولازم نفكر وفكرنا الحقيقه وحصل تفكير في المجالس السابقه ومن قبلنا ولحد النهارده بيحصل تفكير في هذا الموضوع. الموضوع فيه معوقات كتير قوي بنتمنى ان احنا نقدر نحلها في يوم من الايام. انما يعني قد ياتي يوم نقدر نشتري حته ارض جنبنا ونعملها باركينج ده ممكن. بس دي بقى ميزانيات ويعني دي بقى هتبقى تبع ان شاء الله انما نعدك انه طبعا موضوع الباركينج موضوع سواء هنا او في الجزيره بالمناسبه مش هنا بس هنا او في الجزيره اصبح مشكله ومشكله كبيره. بنرجو ان التجمع الخامس يحل جزء من المشكله دي. بنرجو ان الفروع اللي بتاع الشيخ زايد يحل جزء من المشكله. يعني بنحاول. انما موضوع الباركينج تحديدا ده موضوع شائك جدا ومتداخل فيه اطراف كتير جدا ومحتاج ميزانيات عاليه جدا مش هيتحل في يوم وليله. يعني هياخد وقته. انما كلنا مشاركين في تحمل مسؤوليه اكيد ان شاء الله فهم. شكرا يا سيدي. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير. اول حاجه بس باكد عليها ان احنا اهم حاجه عندنا مصلحه النادي مش مصلحه حد او اشخاص معينين. بس انا عندي استفسار في الموضوع بتاع الانتخاب التصويت على اللائحه في اليومين. دلوقتي الدنيا كلها ضد الموضوع ده كويس وحتى انا كنت متابع الاستاذ رجاء عطيه كان قال ان احنا ممكن نلاقي حل وسط بدل ما تبقى على يومين ممكن تبقى يوم لو ينفع مثلا تبقى نفس اليوم بس تبقى في مدينه نصر وفي الجزيره على اساس ان احنا ما ندخلش النادي في نفق مظلم. يعني حضرتك قلت لو اللائحه الاستشاريه بتاعه الوزاره هي اللي اعتمدت هنخش في متاهات. طيب لو هم النهارده جم واستغلوا الضغط اللي موجود اللي بيحصل من بره واحنا ان شاء الله هنبقى قده بس لو استغلوا الضغط واللائحة الاسترشادية هي اللي اعتمدت ايه اللي هيحصل؟ لا معناه ايه استغلوا الضغط؟ يعني حضرتك اللي هيقولوا الاجراءات بتاعتنا مخالفة
مش المفروض تبقى على يوم واحنا عملناها على يومين. مفيش حاجة قانونا بتقول هذا الكلام يا طيب. جماعة بس انا عايز اوضح بس قبل ما ترد طيب هو لما حصل اتسألت ويمكن دي انا قريتها ومش متأكد برضو من صحة المعلومة لما سألت اللجنة الأولمبية هل ده ينفع او في القانون قالت ده شأن داخلي. هل معنى الشأن الداخلي دوت اللي هو اللجنة الأولمبية المصرية؟ طب ما اللجنة الأولمبية المصرية ضد لا اصلا لا شأن داخلي يعني النادي الأهلي. طب ما تحددتش والله يعني على قد ما ما فيش حاجة محددة انما احنا كل اللي يهمنا موقفنا احنا ايه؟ احنا موقفنا قانونا سليم 100%. الاستاذ رجائي عطيه بصفته عضو في النادي فهو ابدى رايه في هذا الموضوع. يعني انا مش عايز طبعا اجادل الاستاذ رجائي عطيه في حاجه قانونيه انما ما ينفعش يتعمل تصويت في يوم واحد في مقرين. ما ينفعش لان انا ممكن اجي اصوت هنا في مدينه نصر واروح اصوت في الجزيره وتبطل الجمعيه العموميه بهذا السبب وحد يعمل كده متعمد عشان يبطلها. انما انا بصوت هنا في مدينه نصر بقفل الصناديق باشراف قضائي والصناديق بتتشمع وبتتاخد تحت الاشراف القضائي بتخزن وبيتشمع المخزن اللي هو فيها وبيجوا القضاة تاني يوم الصبح بيفتحوا المخازن دي وبيطلعوا الصناديق يفتحوها وتستكمل عمليه التصويت. لو 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 حصل اي حاجه غير كده تبطل الجمعيه العموميه هيبقى عندهم اسانيد تبطلها. احنا بنتكلم قانونا ما اقدرش اعمل الاثنين في يوم واحد لان وانا متاكد ان ده اللي هيحصل هيجي واحد مخصوص عشان يبطل الجمعيه ويقول انا رحت صوبت هنا وانا رحت صوبت هنا. ولما هيبقى في يومين هيبقى في اشراف هنا في مدينه نصر اشراف هنا واشراف هنا طبعا قال يومين تحت الاشراف القضائي الكامل تحت اللجنه الاولمبيه وتحت الوزارة. ما فيش لجنه اولمبيه. اللجنه الاولمبيه ليس لها علاقه. اللجنه الاولمبيه تبعت مندوب يتفرج اهلا بيه وسهلا انما الاشراف اشراف قضائي وكل الاجراءات. يعني انا بس عايز اطمن الساده الاعضاء ان كل الاجراءات اللي احنا واخدينها قانونا. يعني انا هدي لك مثال هم لما بعتوا قالوا انه الاجتماع ما ينفعش او الجمعيه ما تنفعش على اكتر من يوم او اكتر من مقر. استندوا لايه؟ قال لك لانه التفسير اللغوي لاجتماع معناها اجتماعا واحدا في يوم واحد في مقر واحد. قعدنا مع 15 فقيه قانوني و15 خبير لوائح وكلهم اجمعوا وعندنا الرد الجاهز القانوني على هذا الكلام انه الاجتماع اولا ده اجتماع خاص له جمعيه عموميه عاديه وله جمعيه عموميه غير عاديه فهو اجتماع خاص. واللجنه الاولمبيه بعتالي جواب بتقول ان العمليه التنظيميه دي من اختصاص مجلس اداره النادي فاحنا اللي بنعمله. لما قررنا نعمله على يومين وفي مقرين بعتوا جواب يقولوا فيه لا ما ينفعش على يومين وما قالوليش ايه السبب القانوني ومحدش عايز يقولك اي اسباب قانونية. وكل هذه الضغوط الاعلامية علشان مجلس الادارة يغير او النادي الاهلي يغير رأيه ويتراجع. انا بالمناسبة ما سألتش في دي انما هو النهاردة عدى خلاص اللي فاضل اقل من 15 يوم. لو غير انا عملت اعلان في الجرائد في التوقيت المظبوط لصحة انعقاد الاجتماع الخاص. لو غيرته دلوقتي ممكن يطلع لي حد يرفع علي قضية زي ما رفع علينا قضية تاني يوم ما المجلس انتخب ويقول لك ده مش قانوني لانه ما اتعملش قبلها ب 15 يوم. فاحنا لابد ان نكمل مسيرتنا. احنا ما بنعملش حاجة غلط. احنا بنيسر على اعضائنا. احنا موقفنا القانوني سليم 100% هو ده اللي انا اقدر اتعهد بيه قدام الاعضاء ان احنا موقفنا القانوني سليم 100%. من عنده اسانيد قانونيه اخرى فليقول لنا عليها انه ما يطلعش يقولها لنا في التلفزيونات وده ما ينفعش وده ينفع دون ان يصرح ليه ما ينفعش. انا بيسر على جمعيتي العموميه التصويت بطريقه محترمه في توقيت غير مناسب بحاول اجيبه بحاول اخلي الجمعيه العموميه اعظم دور الجمعيه العموميه بتاعتي. بنعمل الندوات دي عشان نوضح كل هذا الكلام. اعتقد ان احنا النادي الوحيد في مصر اللي بيعمل هذا الكلام. اللوائح وزعت واحنا برضو النادي الوحيد تقريبا في مصر اللي وزع اللائحه بتاعته من قبلها ب 15 يوم او قبلها بفتره عشان الاعضاء كلها تاخد فرصه. بنعمل اعلانات في المركز الاعلامي بتاعنا والموقع والقناه بنحاول نيسر ونعمل كل السبل المتاحه والممكنه لتسهيل ماموريه التصويت على لائحه النادي الاهلي. برضو ده مزعل الناس في ايه؟ محدش فاهم لحد دلوقتي ومحدش بيقول لك اي حاجه غير قانونيه انت بتعملها. هو كله بضغوط اعلاميه فقط عشان كده
مش عايزين نلتفت للموضوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش شايف فين. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا. عماد حمدي عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. اهلا يا فندم. الحقيقه ان انا كنت بتمنى ان احنا نجتمع في النادي الاهلي عشان نحتفل بانجازات النادي الاهلي، مش انجازاته الرياضيه بس، مش بس يعني احنا خدنا كاس ودوري بدون هزيمه، وده مفروض ان احنا نحتفل بيه احتفال كبير جدا، ولبقيه الانشطه الرياضيه برضو انجازاتنا فيها. طبعا هم عايزين يفسدوا علينا الفرحه ديت، واحنا مش مفروض ان احنا محدش هيقدر يفسد الفرحه دي بالظبط، مش مفروض نلولهم مرادهم. وبعدين سيادتك حاربت في اكتر من جبهه من وقت جلوسك على كرسي مجلس الاداره، حاربت احتكار بعض الشركات للمطاعم ولمنافع النادي، حاربت المنشآت اللي كانت في النادي بقالها سنين ما بتنشأش، أنشأتها في شهور قليلة. وبصراحة طورت في النادي تطوير فيه إنجاز رائع وبنشكرك عليه. بس أنا بقترح من سيادتك إن احنا نعمل احتفال عالمي للنادي الأهلي، لأن النادي الأهلي يستاهل هذا الاحتفال العالمي لأعضائه ولشعبية النادي الأهلي في مصر، والاستقرار النادي الأهلي في دولة في حين ان الدوله لسه ما استقرتش، وبرغم ده النادي الاهلي مستقر وقادر ان هو يحقق انجازات كبيره جدا. شكرا. الحمد لله. اشكرك. مساء الخير. انا كوليه امر بس الناشئه من ناشئات السباحه التوقيعيه، احب اشكر حضرتك جدا جدا، وكل يعني بتكلم بلسان كل اولياء الامور لبنات الناشئات السباحه التوقيعيه على الدعم اللي حضرتك وعلى وقوفك جنبهم علشان يمثلوا مصر في بطوله البحر الابيض المتوسط اللي كانت مقامه في البرتغال. فاحنا بجد من كل قلبنا بنشكر حضرتك. احنا دايما كمجلس اداره واقفين ورا كل الالعاب وكل الانشطه، وما بنفرقش بين اي حد، لانه يعني بنعتبر انه النادي الاهلي مش بس نادي كوره. صحيح الكوره هي التاج بتاعنا، انما بقيه الالعاب اللي عملت انجاز غير مسبوق تاريخيا في تاريخ العالم، ان احنا ناخد بطولات افريقيا الثلاثه السنه دي، ثلاث بطولات قاريه في الالعاب الجماعيه الهاندبول والباسكتبول والفوليبول والسباحه، تاخد كل البطولات المحليه، ويعني احنا اللي فخورين بيكم وبنشكركم وبنشكر اولياء الامور على اللي عاملينه مع اولادكم والمجهود اللي عاملينه. ربنا يخلي معها. حضرتك ويقدرك على المرحله اللي جايه يا رب ان شاء الله. هيا سلام عليكم. عليكم السلام. نخلص فندم. انا فعلا فخور ان احنا بننتمي للنادي الاهلي. انا يمكن بروح النادي الاهلي وانا عندي 6 سنين. الواحد فخور جدا بالنادي الاهلي، لان احنا النادي الوحيد اللي ناقش اللائحه بتاعته، طبعنا اللائحه بتاعتنا. وعايز اقول لك على حاجه يا باشمهندس، احنا يمكن انا قديم قوي، لما طلع شعار الاهلي باع ولا اشترى كان ليه سبب، ولما طلع الاهلي فوق الجميع كان ليه سبب، والجمعيه العموميه لو اتعملت 4 ساعات هنجيب 20,000، لان ما حدش بيقدر يمشي كلمته على النادي الاهلي. النادي الاهلي اقوى من 100,000 حاجه، والرياضه لا يمكن تتم من غير النادي الاهلي. والنادي الاهلي كان لازم ياخدوا رايه في اللائحه، لان النادي الاهلي عنده خبرات. احنا اللائحه اللي حضرتك بتقول عليها ديت احنا عاملينها من سنين، والاجيال بتسلم اجيال. انا عايز اقول لحضرتك يا ريت الجمعيه العموميه تبقى يوم واحد عشان نقول للناس كلها احنا 30,000 في يوم واحد بس. اتمنى ان تكتمل يوم 25 هنا في مدينه نصر ان شاء الله. لو اكتملت هنخرس جميع الالسنه لو اكتملت في هذا اليوم. ان شاء الله هنكتمل، لان احنا النادي الاهلي وهنفضل النادي الاهلي على طول ان شاء الله. باذن الله. واشكرك على الروح الجميله دي. انا عايز بس اقول لسيادتك كلمه، يعني اشكر سيادتك واقول لسيادتك ان انت يعني بانجازاتك انت ومجلسك والله سبقتم املنا وتوقعاتنا. الحمد لله. الحمد لله. وهو ده الوسام اللي بس اللي الواحد يطمع فيه، الثقه اللي احنا واخدينها منه. انا بس بوجه كلمه لاخواتي اعضاء الجمعيه العموميه على مستوى الثلاث مراكز، مش يعني مش مطلوب مني ان انا يوم 25 اجي احط صوت وامشي، اي حد بيعملها. انا الوقت لازم كل واحد فينا يطلع ورقه ويكتب 20 اسم في محيط اسرته، زوجته، اولاده، جيرانه، زمايله في العمل، ويتابعهم. يعني لان ده احنا مش جايين لمجلس اداره، ولو انه يستاهل، لكن احنا في اليوم ده جايين للنادي الاهلي. صحيح، كلنا جايين للنادي الاهلي وليس لاحد غير النادي الاهلي. مش عايزين نقصر
ونندم. الندم صعب الوقت، مش عايزين ابننا يبقى تحت بطنا نسيبه وندور عليه. قرارنا في ايدنا، لازم نحافظ عليه بس بالعمل، ان احنا كل واحد فينا يتعب شوية عشان ضميره يستريح. ويعني ان شاء الله نبارك كلنا البعض يوم 26 ان شاء الله. شكرا. اشكرك يا على الروح. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مبسوط جدا ان انت بتضحك، لان الضحكه دي طالعه من القلب مش مصطنعه يعني. لا طبعا عمرنا ما بنصطنع حاجه يا كابتن عادل. انا عارف والله يا كابتن. اللي انا عايز اقوله ان احنا ان شاء الله باذن واحد احد ان مدينه نصر هي تقفل ال 12500 عشان ما نحتاجش اليوم تاني. ان شاء الله ان شاء الله هيحصل باذن الله. الحاجه الثانيه، انا بشكرك جدا قدام اعضاء النادي الاهلي ان انت فعلا اديتنا بسمه لجميع الاولاد الاحتياجات الخاصه اللي في النادي الاهلي. بشكرك يا كابتن عجمي على المجهود الرائع اللي انت عامله لاولادنا من ذوي الاحتياجات الخاصه، وبنتمنى انه العدد ده يكبر ونقدر نديهم كل المسانده الممكنه عشان النجاحات اللي بتثبت ان احنا مش اقل من الدول اللي بره اللي بتدي كل واحد حقه وبتدي كل الابطال دي حقها. الحمد لله حضرتك وقفت معانا وانت ومجلس الاداره ووفقت لنا كل شيء، والحمد لله احنا ماشيين على نفس الدرب ان شاء الله. والاولاد هتشرفك باذن الله ان شاء الله، وتشرف النادي الاهلي وتشرف اعضاء الجمعيه العموميه كلهم. متاكدين. شكرا. متشكرين يا كابتن علي. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك طيب؟ طب الصحه والسلامه. وبنهني الجميع طبعا بالانجازات الرائعه بتاعت النادي الاهلي. الحمد لله دايما في تقدم. انا ليا تساؤل بالنسبه برضو، نرجع لموضوع اللائحه، لو حصل لا قدر الله اي ظروف، هل من حقنا نلجا للقضاء في هذا الموضوع ولا لا؟ هنلجا للمحكمه الرياضيه للجنه الاولمبيه الدوليه وللمحكمه الرياضيه الدوليه. يعني القضاء طبقا للقانون الجديد لا مش من حقي الجا له. من حقي الجا لمركز التسويه والتحكيم اللي هو ما زال مركزا غامضا حتى الان، ويتعارض تشكيله مع القانون وليس اللائحه. لانه في القانون بند بيقول ما ينفعش عضو اتحاد، اي عضو مجلس اداره اي اتحاد يبقى عضو في مركز التسويه والتحكيم، وفي نفس الوقت رئيس اللجنه الاولمبيه بيبقى منتخب من الاتحادات. يعني هو عضو مجلس اداره اتحاد وعضو مجلس اداره اللجنه الاولمبيه او رئيسها وعضو في مركز التسويه والتحكيم، وهذا قانونا لا يعني دستوري اهو ده اللي دستوريا بقى ما ينفعش. فاحنا هنلجا لكل السبل القانونيه المتاحه قدامنا عشان نقول انه احنا موقفنا صح ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. انا بهني حضرتك واعضاء الجمعيه العموميه كلها وبنشيد بالانجازات الانشائيه والرياضيه اللي احنا مرينا بيها الفتره اللي فاتت، وطالب طلب صغير من حضرتك. فضل. في بعض الالعاب الرياضيه مش موجوده هنا في مدينه نصر وموجوده في الجزيره، وعلى سبيل المثال اول حاجه جمباز ودي ام الالعاب كلها، سكواش، جودو، بلياردو. ماشي. يوضع في خطط المجالس. يا ريت والله حضرتك يا فندم، ان المفروض النشأ الصغير يتعلم اول حاجه جمباز، فازاي يلعب سباحه ويمثلنا وهو ما بيلعب عمره ما لعب جمباز. حاضر. وصعب يعني علينا ان احنا نروح لغايه الجزيره يعني ونرجع. والله تاني. والله كل جمباز اهم حاجه. جمباز الكلام ده بيبحث على مدار بقاله اكتر من سنتين. اشكرك. وبنتمنى ان احنا نقدر نحقق جزء منه، وان المجالس القادمه تحقق بقيته، لانه ده بياخد وقت وبياخد انشاءات وبياخد. حاضر. في اللائحه في حاجتين، المدير التنفيذي حاطط سن نهائي 70 سنه، ومع ان الوظيفه دي بالذات انا رايي الشخصي ان محتاجه شباب، لانه اربع فروع صعب قوي، دي حاجه. وحاطط في المدير المالي 65 سنه برضه، ومش حاطط في رئيس المجلس يبقى عنده كام سنه. اشمعنى دول اللي حاطط لهم 65 حد اقصى وده حد اقصى سنه؟ انا طبعا موافق عليها. لانه الاداره التنفيذيه
بتبقى محتاجه مع الشباب الخبره برضو، بتبقى محتاجه حاجه. انا كبير، انا 63 سنه. ربنا يديك الصحه. بس انا مقتنع ان الشباب هو اللي طبعا ويعني انا بعتبر من اهم انجازات هذا المجلس تقديم ثلاث شباب. انا دايما بقول هما مشروع رؤساء أندية في المستقبل القريب إن شاء الله، وهقولهم بالاسم: مهند ومروان وهليل. التلاتة دول من فخر، من الحاجات اللي بنفخر فيها كمجلس إدارة إن احنا قدرنا نقدم الشباب دول. الشباب ده كلف بمهام نتيجة ظروفنا ونتيجة إن المجلس ده كان ستة، اتكلف بملفات صعبة جداً، والحقيقة كان يفوق نجاحه مستوى توقعاتنا جميعا، ولنا أن نفخر بهم جميعا. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بقدم رسالة شكر لسيادة رئيس مع البشمهندس محمود طاهر واللواء شيرين شمس الدين، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في عملكم والازدهار بالنادي الأهلي. ونحن النهاردة جايين بنقول نحن نؤيد محمود طاهر. ليه؟ لأننا نثق في النادي الأهلي، لأننا نثق في كل مبادئ النادي الأهلي، في كل مبادئ النادي الأهلي، وهو ما قام به البشمهندس محمود طاهر وكل فرد من جميع المهمية. وبشكر كل الأعضاء الموجودين في النادي الأهلي، وإحنا لازم نقف جنب بعض ونتكاتف. النادي الأهلي يحارب من جميع الجهات لإسقاط النادي الأهلي. لا لا لا، فنحن مش عايزين نصورها، ما فيش حرب ولا معارك ولا حاجة. إحنا ماشيين في طريقنا وبناخد حقوقنا القانونية من خلال أطر الدولة والقانون، وما عندناش مشكله مع حد، فنحن معارك مع حد. فنحن نساند النادي الاهلي ونساند مجلس الاداره، ونتمنى التوفيق لكم في النجاح والانجازات. والاهلي فوق الجميع رغم ام في الجميع. دايما يا رب ان شاء الله. اتفضل يا دكتور. انا عايز اوجه كلمتي ديت لاعضاء النادي الاهلي مدينه نصر. احنا حاليا في تحدي، فهل انتوا تقبلوا التحدي؟ قادرين على التحدي دوت؟ طيب عايزين ان شاء الله يوم الجمعه نقبل التحدي دوت، ونثبت للجنه الاولمبيه والوزير الشباب ان احنا هنخلص الموضوع اللائحه دوت يوم الجمعه باذن الله. فاحنا كلنا قادرين للتحدي ان شاء الله. شكرا. اشكرك يا دكتور. السلام عليكم يا باشمهندس محمود طاهر. اهلا. بقول لحضرتك سؤال بعيد عن اللائحه. فضل. الحقيقه انا بقالي دلوقتي 60 سنه بس تقريبا. بس الصوت شويه لو سمحت. بقالي 60 سنه تقريبا بشجع النادي الاهلي، بروح الماتشات كلها. دلوقتي اللي بنتفرج احنا في التلفزيون، طب قناه النادي الاهلي ليه ما بتذيعش الماتشات؟ لا ده موضوع اصلا يتعلق بحقوق الرعايه وبحقوق البث التلفزيوني. لو ذاعت المباريات انا اقدر اذيع المباريات مؤجله، يعني بعد ما يبتدي الماتش بنص ساعة أو بساعة. هذا الموضوع سيتم تنظيمه، لأن احنا بنبيع البث التلفزيوني، بنبيع حقوق النادي الأهلي في الإذاعة برقم غير مسبوق تم البيع به في المواسم الثلاثة اللي فاتوا. لو ذاعته في قناة النادي الأهلي في نفس التوقيت بيقل هذا الرقم جدا. فاحنا دي عملية تجارية بحتة وبتنظم تعاقديا، بنحاول ندخل للنادي الاهلي اكبر دخل من البث التلفزيوني، وفي نفس الوقت ما نحرمش مشاهد قناه النادي الاهلي انه يشوف المباراه. واحنا عندنا ممكن تشوفوا حضرتك على الموقع الالكتروني. انا صحيح طبعا احنا عواجيز فما بنعرفش نتفرج على الحاجات دي بالتكنولوجيا، انما بنحب نتفرجها في التلفزيون. انما هنحاول في العقود القادمه ان شاء الله انه نحتفظ بحق قناه النادي الاهلي في انه يتزع في نفس الدولة. والله بكتر الف خيرك. اشكرك ان شاء الله. بنشكر سيادتك لتشريفك بالحضور يعني. وبنشكر جميع اعضاء مجلس اداره. انا بتكلم بس في نقطه الصحفيين اللي بيطلعوا اكاذيب واشاعات عن النادي الاهلي، يا ريت مجلس الاداره يمنحهم من دخول النادي الاهلي. يعني انا زي ما قلت قبل كده احنا خلاص تعودنا على ذلك، وما عندناش مشكلة في ان احنا نتلقى كل انواع النقد المحترم والواضح والشفاف من اجل المصلحة العامة. انما
مش هنتعامل برضو مع هؤلاء الناس إلا بقدرنا احنا مش بقدرهم هما. لن ننزل إلى هذا المستوى ولن يعني نجرجر النادي الأهلي إلى حاجات بنعتبرها احنا صغائر. احنا بنشتغل وبنعمل شغلنا وبنرد بشغلنا، ما بنردش بافتراءات ولا أكاذيب. اسمحوا لي في النهاية، أنا باسم مجلس إدارة النادي الأهلي وباسم رئيس النادي الأهلي أشكر أعضاء مدينة نصر أو أعضاء النادي الأهلي وعلى هذا الحضور، على هذا الحوار، على هذا الاهتمام وهذا الاحترام. وباسم أعضاء النادي الأهلي الحاضرين اسمحوا لي أن أشكر المهندس محمود طاهر رئيس مجلس. أنا اللي بشكركم جميعا، وأتمنى إن شاء الله نلتقي يوم 25 هنا في مقر مدينة نصر، ونثبت للعالم كله إن الأهلي هو الأهلي.